خليلو زيتش المدير الفني طبعا لمنتخب المغرب بيقول لازم ناخد عبرة من اقصاء نيجيريا. يعني فعلا احنا، انا قلت لكم امبارح فوز تونس على نيجيريا درس، درس في الكوره، فريق ناقص منه 7 8 9 لاعبين والمدرب وكل حاجه، وبيقدر يفوز على منتخب قوي جدا بالروح والحماس والتكتيك والاصرار والتركيز. فخليلو زيتش بيقول لعيبته وبيقول لعيبه المنتخب خلي بالكم، خروج نيجيريا ده درس لكل الفرق، مفيش حاجه كبيره، مفيش حاجه مستحيله في كره القدم. المغرب هتلاعب ملاوي، فبيدي ده يعني بيقول كده نصيحه وجرس انذار للاعيبه المنتخب المغربي، خلي بالكم ده نيجيريا خرجت امام تونس اللي كان ناقص منها فلان وفلان وفلان وفلان، ومدربهم عنده كورونا ولاعيبه كتير عندهم كورونا. دي كانت تصريحات النهارده خليلو زيتش مدير الفني لمنتخب المغرب قبل 24 ساعه من مباراه المغرب بكره وملاوي. وقال كمان خليلو زيتش ان ملاوي منتخب جيد، مفيش حاجه اسمها منتخب صغير دلوقتي ومنتخب كبير في البطوله، ملاوي عندهم لاعبين جيدين، عندهم حماس كبير، وعندهم لياقه بدنيه عاليه مع السرعه اللي متوفره في المنتخب الملاوي. وبيقول لازم او يجب اخذ العبره والدرس من اقصاء منتخب نيجيريا الذي كان من اكبر المرشحين للفوز باللقب الافريقي. كمان اشرف حكيمي اللي كان قاعد اللي هو كابتن منتخب المغرب قال او هو يعني خليلو زيتش برضو اتكلم عن اشرف حكيمي وقال ان هو بيعاني من اصابه خفيفه ولكن يقدر يعني يلحق المباراه القادمه. دي يعني كانت تصريحات خليلو زيتش مدرب منتخب المغرب. بعد خروج المنتخب الجزائري قرر امين العبدي، وامين العبدي ده مدير المنتخب الجزائري زي كابتن وائل جمعه كده عندنا، هو امين العبدي ده مدير المنتخب الجزائري، قرر ان هو يتقدم باستقالته من منصبه بعد خروج الجزائر من بطوله افريقيا. اوجوستين بقى اجوافين المدير الفني النيجيري قال دفعنا ثمن الفرص الضائعه. بيقول ان هو المنتخب النيجيري في ماتش تونس ما استغلش الفرص الضائعه، والمنتخب نيجيريا دفع الثمن باهدار الفرص الضائعه بخروجه من البطوله. ودايما في الكوره يا جماعه تعرفين اللي بيضيع بيستقبل او بيتعاقب، هي دي الكوره، هتضيع فرص. خلي بالكم الماتشات دلوقتي بقت قويه جدا، مفيش فروقات كبيره ما بين المنتخبات، فلو انت ما استغلتش الفرص اللي جات لك هتتعاقب، هيخش فيك، وده اللي حصل مع منتخب نيجيريا. وقال اوجوستين كمان كان بيتكلم، بيعمل تصريحات في التلفزيون التونسي، بيقول الحياه لا تعطينا كل ما نريد او نستحق، صنعنا العديد من الفرص امام تونس ولكن دفعنا ثمن الفرص الضائعه. منتخب تونس جات له فرصه واحده وقدر يترجمها من خلال يوسف المساكني الى هدف. منتخب الجزائر عليه عقوبه ماليه من الكاف بسبب سلوك جماهيره بعد مباراه الكوديفوار، حصل بعض السلوك المرفوض تماما يعني حسب ما وصفته اللجنه المنظمه للبطوله، عملوا بعض اقتحم في بعض المشجعين منتخب الجزائر اقتحموا الملعب من المدرجات بعد خسارتهم امام الكوديفوار، وبالتالي الكاف غرمت الاتحاد الجزائري لكره القدم 5000 دولار كعقوبه ماليه بعد اقتحام حوالي 40 مشجع جزائري اقتحموا الملعب بعد خساره المنتخب الجزائري امام الكوديفوار. المدير الفني لمنتخب السودان برهان تيا بيقول اتمنى تتويج مصر بامم افريقيا. يعني تصريحات بنحيي والله برهان تيا وبنحيي المنتخب السوداني اللي قدر في شهر واحد يحسن مستواه. خلي بالكم السودان اتعرضت لمشاكل الفتره اللي فاتت وعدم استقرار في السودان، وكانش والدوري متوقف هناك او يعني لسه ما اتلعبش، وشفنا طبعا المنتخب السوداني في كاس العرب كان مستواه سيء جدا. لكن انا عايز احيي بقى كابتن برهان تيا المدير الفني لمنتخب السودان على تحسين مستوى المنتخب السوداني في بطوله امم افريقيا بسرعه. يعني بعد كاس العرب مسك كابتن برهان تيا المدير الفني السوداني الوطني وقدر في فتره قصيره جدا يطور ويحسن اداء المنتخب السوداني. فاحنا في مصر زي ما انت كده عايز مصر تكسب، احنا كمان سعداء للمنتخب السوداني انه ظهر بشكل كويس، اتعادل مع غينيا بيساو، خسر من نيجيريا بعد اداء مشرف، ومصر كسبت السودان 1-0 برضه بعد اداء مشرف للمنتخب السوداني. احنا الشهر اللي فات كسبين السودان 5 في كاس العرب، المره دي كان مباراه صعبه مع المنتخب السوداني
وقدرنا نفوز 1-0، لكن انا بحييهم وبحيي المنتخب السوداني على الاداء المميز اللي ادوه في بطوله افريقيا، وبحيي كمان الكابتن برهان تيا المدير الفني المحترم لمنتخب السودان، وان شاء الله نتمنى للسودان في الاوقات القادمه ان هم ان شاء الله يرجعوا لسابق عهدهم كمنتخب كبير من المنتخبات المميزه جدا جدا، وطبعا اشقائنا منتخب السودان يعني. طيب خليني بقى اقول لكم دلوقتي مين هيلاعب مين، يعني عشان تبقوا عارفين كده الماتشات القادمه اللي في دور الثمانيه اتحدد مواجهتين. بوركينا فاسو كسبت وهتلعب مع تونس، ان تونس كسبت نيجيريا، فالمواجهات القادمه في دور الثمانيه من مواجهتين اتحددوا خلاص، بوركينا فاسو مع تونس، والنهارده جامبيا كسبت غينيا والكاميرون كسبت جزر القمر، فجامبيا هتلعب مع الكاميرون. ناقص لنا بقى مواجهتين في دور الثمانيه هنعرفهم بكره وبعده. بكره السنغال هتلعب مع الراس الاخضر، والمغرب هتلعب مع ملاوي، ويوم الاربع عندنا مصر والكوديفار ومالي وغينيا الاستوائي. الكسبان من مصر والكوديفار هيلعب مع الكسبان من المغرب وملاوي، والكسبان من السنغال والراس الاخضر هيلعب مع الكسبان من مالي وغينيا الاستوائي. انا بقول يعني في اللي تحت اللي هو رقم 4 اعتقد ان السنغال هتكسب الراس الاخضر ومالي هتكسب غينيا الاستوائيه، فهيبقى في مواجهه من وجهه نظر يعني ما بين السنغال ومالي في دور الثمانيه، والمغرب هتكسب ملاوي، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مصر باذن الله تكسب الكوتيفار، رغم ان المباراه صعبه جدا، لكن ان شاء الله تبقى في مواجهه ما بين مصر والمغرب في دور الثمانيه. دي تمنياتنا وامنياتنا كلنا كمصريين ان منتخب مصر يعدي ان شاء الله. طيب ده بالنسبه لاخبار بطوله امم افريقيا. خلينا نروح فاصل بقى سريع كده، وبعدين نرجع نشوف النهارده في انتقالات كتيره وفي اخبار كتيره من الفرق المصريه او الاخبار المحليه. نحن عندنا كمان يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله بطوله كاس الرابطه، الجوله الرابعه من بطوله كاس الرابطه يوم الاربعاء، ماتشات المجموعه الاولى، يوم الخميس ماتشات المجموعه الثانيه، يوم الجمعه ماتشات المجموعه الثالثه. في اخبار كتير النهارده محليه بعد الفاصل نقولها، والنهارده ضيفنا ان شاء الله هيكون الكابتن جمال حمزه مارادونا مصر. جمال حمزه ده كان يعني لعيب جامد جدا جدا جدا، فهيكون ضيفنا النهارده ان شاء الله في الجزء الثالث من حلقتنا في كوره كل يوم باذن الله.